اليوم الأحد في الرابع من أيلول 2022 أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من كواليس الأحد من صوت لبنان دخل لبنان في الأول من أيلول مدار الاستحقاق الرئاسي وصار انتخاب رئيس الجمهورية احتمالا واردا إلا أن تاريخ لبنان ينبئ أن المخاضات الرئاسية عندنا عسيرة وغالبا ما تتحول إلى ساحات للفوضى والانهيارات منذ الطائف تكفل الراعي السوري او الانقسامات اللبنانيه في تحديد وجهه السير تمديدا للعهد الرئاسي او فراغا وتعطيلا. في النتيجه نحن في وقت سياسي ضائع في وطن ضائع يبحث عن طريق امن. قراءه في المستجدات السياسيه في هذه الحلقه من كواليس الاحد مع ضيفي الاكاديمي والباحث في السياسات العامه. الدكتور أنطوان حداد، أهلا وسهلا فيك بصوت بعيد بشكرك أستاذ شرفيل وبشكرك على الاستضافة، دائما الحوار ممتع معك يعني. الله يخليك. السؤال الطبيعي اللي بيسألوه العالم وين نحن اليوم؟ وين موجودين؟ أه بالحقيقة يعني رح أقدم يعني إيجابي من مستويين، يعني وين نحن موجودين أه على المستوى خليني أقول استراتيجي، بلكي التعبير هيك يعني بيكون أقرب ل تفكير المستمعين نحن بخضم ازمه غير مسبوقه بتاريخ لبنان وهذا يعني طبعا لا يحتاج يعني الى عناء كبير لشرحه انما كمان بلحظه مفصليه خلينا نقول بالرزنامه السياسيه اللبنانيه هي لحظه انتخاب رئيس جمهوريه وهي طبعا محطه بهيدا المره ما بتشبه اي محطه سابقه وفيني أقول أنه المحطات السابقة خلال العشرين ما بدي يعني بدي أعمل حسابات سريعة بس خلال العشرين سنة الماضية كانت محطات أزمات يعني المحطات المماثلة انتخاب الرئيس خلال طول في مشكلة طويلة عليها. كان في مشكل. فهلا المشكلة ما بدي أقول مضاعف بلكي مضروب بخمسة بسبب مثل ما قلت الأزمة الغير مسبوقة اللي نحن قاعدين فيها بتعقد كتير الحسابات اللي هي أصلا معقدة وبالتالي يعني الشك اكبر بكثير من اليقين باللي ناطرنا من اللي ناطرنا بالمراحل اللي جايه اذا بدي اختصر شوي الاجوبه يعني السؤال دائما بيطرح حاله بهي المناسبه رح بصير في انتخاب رئيس بالموعد او رح ندخل بفتره من التعطيل قراءتك <تكلم> ميال هيك يعني لاعطي جواب سريع انه المؤشرات المبينه بسبب التعقيدات اللي ذكرتها تدفعنا الى القول انه يعني ترجيحات خلينا نقول تازم اكثر من ترجيحات يعني انه نقدر نجترح تسويه او نجترح يعني ما يشبه انتخاب رئيس خلال الشهرين اللي اللي جايين <تكلم> خلينا نحاول نفصل هذا المشهد اللي حكيته حضرتك بدايه من موضوع تاليف الحكومه، في اولويه لتاليف الحكومه ويبدو مثل كانه حزب الله يضغط باتجاه هذا التاليف اليوم. برايك هل سيكون هناك حكومه جديده قبل نهايه عهد العماد عون؟ بستصعب لانه الحكومه يعني اليه تشكيل الحكومه هي اسيره خلينا نقول شغلتين، نهايه عهد يعني نحن بنهاية عهد شأننا أم أبينا بمعزل عن تقييمنا لنهاية عهد رئاسي وبالتالي في إصرار على القوى السياسية الممسكة بهذا العهد أن تأمن لحالة مكان في العهد المقبل سواء بالجملة أو بالمفرق وبالتالي تنظر إلى الحكومة المقبلة بوصفة خشبة خلاص يعني لألو و يعني كل حساباتها مبنيه على انه هي مساله حياه او موت. في حين انه كل القوى الاخرى السياسيه بما فيها حلفاء خليني اقول العهد الرئاسي حلفاء الرئيس عون والتيار الوطني الحر حساباتهم مرحرحه اكثر حول الموضوع لأنه يعني بينظروا لها من باب انه اذا حصل فراغ لا باس انه تكون في لنا كلمه قويه داخل الحكومه ولا بل حق الفيتو. بس اكيد بدرجه توتر اقل بكثير من هذا الفريق اللي عم ينتهي حاليا يعني او عم ينتهي عهده يعني فبالتالي بما انه هو كمان يملك مفتاح تشكيل الحكومه بدون توقيع الرئيس بستصعب انا انه هالقد متفاوت التوقعات من الحكومه انه بستصعب انا انه يحصل تشكيل حكومه جديده في قبل صعوب نهايه العهد في صعوبة لتأليف الحكومة، في صعوبة للانتخاب، هل ممكن يكون هذا مبرر للرئيس عون للبقاء بقصر بعبدا؟ هلا المبررات يعني الرغبات قد موجوده قد ما بدك لانه انه في عندنا سوابق يعني لها و... سواء لها علاقه بالمسيكوات. بس لا هلا هون عم نحكي انه ما بده يترك السلطه لحكومه تصريف اعمال لانه في نزاع دستوري يعني خليني أحطها على مستويين، يعني. في بالاول على مستوى دستوري وثانيا نحطها على مستوى سياسي. سياسي وببدا بالسياسي لانه له علاقه بميزان القوى يعني دائما لما تختلف الاجتهادات حول تعديل الدستور آه حول تفسير الدستور آه يلجؤون يلجأ ميزان القوى هو اللي بيحسن. يعني اللي عنده الكلمه الاقوى على الارض هو اللي بيفرض وجهه نظره او تفسيره لـ يعني لـ للدستور باثنين مش ظابطه يعني لا بالتفسير الدستوري ظابطه ولا بميزان القوى يعني ظابطه وراح اشرح هالشيء يعني بالدستور دستور واضح يعني وانا ماني خبير دستوري طبعا ولا ادعي ذلك بس كل اللي حكوا بالدستور بقولوا لك انه ب 31 بتنتهي الولايه ما في اي مبرر للبقاء بالقصر يعني شو ما كانت الاوضاع بده يرجع على مكان سكنه الاصلي يعني الرئيس مين مكان الرئيس يعني بمعزها هلا بميزان القوى المساله بتحتمل شويه نقاش انما انا اميل الى القول انه حتى يعني الكتله السياسيه اللي سمحت لميشيل عون بالوصول الى رئاسه الجمهوريه وهي امدته بكل المصل السياسي خلال والامني وكل ما يعني كل اللي, اللي, اللي بيتزعمها حزب الله مش اكيد مش محمسه لحتى تكمل المشكلة بهالطريقه يعني آه هذا العهد يعني هذا العهد الرئاسي فشل فشل ذريع حتى اصحابه ما بعتقد بقى يعني مستفيدين من استمراره بهالطريقه هلا ان بدهم يسيروا من هون لنهايه الولايه لانه يملك حق التوقيع رح يمكن هذا الشيء يؤدي الى تاجيل او تفشيل تشكيل حكومه جديده، اما لا يوجد مصل سياسي وامني كافي او حتى حوافز تسمح ببقاء الرئيس ميشيل عون بعد هذا التاريخ بي اذا قرر يعمل هالشي بيكون بحسابات كتير خاطئه قد تؤدي الى يعني كرسي كرسي شخصيه له يعني كرسي شخصيه له بس كمان البلد كرسي كبيرة على البلد بستصعب بس شو بده يصير يعني لأنه حتى كمان لأنه التجارب السابقة على هذا الصعيد كانت تستند إلى دعم شعبي واسع يعني لا أنا وتل... عم إذا, عم... إيه؟ إذا عم إذا عم تلمح لل 89 يعني أنا عم لمح لفوضى بدنا نفوت فيها إنه الموقع شاغر السلطة ما فيه وهلا شفنا حتى بوجود الوضع بعد الرئيس موجود وضع الدولار الوضع الاقتصادي لوين رايحين؟ يعني أنا عم بتخيل المشهد بعد 31 تشرين الأول بظل خلاف وما قدرنا نجيب رئيس لوين رايحين؟ يعني لقلك لك إنه مش مسبوق حيكون الوضع يعني إذا ما قدرنا توصلنا لانتخاب رئيس في عنا فراغ الفراغ على المستوى الرئاسي يعني انا بعتقد القوى كلها رح تعمل حساباتها على اساس شو الخيار الافضل إله لكل إلا وحده من القوى حتى لو ما التقوا على خيار افضل للبنان يعني انا بعتقد رح تنصاع كل القوة لخيار انه اوكي بيرجع الرئيس ميشيل عون رئيس حزب او رئيس فخري لحزب بمكان سكنه الاصلي وثم بعدين كل هذه بتتعامل مع الحكومة القائمة على علاتها اللي هي حكومة تصريف أعمال حكومة مستقيل اللي بدك إياها الدستور ما بيحدد شو نوع الحكومة اللي بتستلم من بعد حصول شغور رئاسي بتقدر تعمل هيدا طبعا يعني هذا السؤال نعرفه لان ماري علينا هالتمرين مع حكومه الرئيس تمام سلام اللي هي كانت كانت حكومه كامله المواصفات والدب ولي كان قايم كل الوقت وحكومة مشلولة كانت وكل شيء بس أنه بالحد الأدنى دستوريا كانت وضعها أقوى من حكومة تصريف أعمال بس أنا بعتقد كل القوة بعد هذا التاريخ هذا ترجيحي يعني رح تنكفئ مربع أنه القبول بهذه الحكومة عم هذا توقع يعني هيك توقع يعني مراقب اكثر ما انه رغبه يعني ولا اصلا ما افتكر في حدا بيرغب بهذا السيناريو بس انا هذا السيناريو اللي برجحه الا الا اذا في قرار بالذهاب بلبنان الى مكان اصعب وما بعرف لا سمح الله تفجير امني او حرب هذا قرار انا لا أرى يعني في مصلحه لاحد ولا اراه حتى مش شايفه خيار لحدا بال الأشهر المقبله. فتحت الباب للمواقف الدوليه من لبنان، يعني رينا أكثر من موقف، الرئيس ماكرون، الوزيره كاترين كولونا، حكيوا عن هشاشة الوضع اللبناني، مثل كأنه متخوفين من انهيار أكبر بظل الفراغ الرئاسي. يعني العالم الغربي والمجتمع الدولي ولبنان، في هالقد اهتمام بالوضع اللبناني شايف؟ لك خلينا نحلل موضوعيا بعدين نشوف على على يعني فرنسيا شو شو بيعني هذا الكلام خلينا نبلش فرنسيا فرنسيا اول شيء هذا الكلام مش مفتعل هذا كلام جاي بمناسبه سنويه بيجمعوا فيها السفراء بكل انحاء العالم وبيعملوا له محاضره يعني وبيعملوا مراجعه وكل شيء وكان مجبورين يحكوا عن لبنان ما يعني كان عندهم مبادره وكل شيء بس ما حدا بيخفى علي انه تقريبا فرنسا انسحبت من مبادرتها يعني واهتمامها الخاص من سنة من سنوات حتى اذا ما بدي اقول من سنه اطلقتها لفتره قصيره وبعدين مع الوقت ضبضبت يعني فيها ضبضبت المبادره ما بقى في شيء اسمه مبادره فرنسيه او اهتمام خاص فرنسي اهتمام الفرنسي والاوروبي والعالم اليوم بمكان اخر هو عين على اوكرانيا عين على الغاز باوروبا بدنا على الشتويه الجايه كيف بدها شو بده يصير فيها بد يعني شو بده يصير فيهم بالاحرى بهيدي الشتويه عينهم على مصادر الطاقة إلى آخره يمكن من هذا الباب بلكي بيكون في اهتمام بلبنان يعني بيكون بالمرحلة عينهم على الاتفاق النووي من عدة أبواب من باب أنه لا يمكن ان الاوان لاعاده احياء هذا الاتفاق خصوصا في ضوء يعني النظر الى مصادر الطاقه ودور ايران بهذا الموضوع وتهدئه الامور بالشرق الاوسط للتفرغ لوضع شرق اوروبا يعني حرب اوكرانيا الى اخره فهيدا هو هي حدودها يعني فانا برايي حدودها هي تمرين عم بحكي فرنسيا يعني هذا هو يعني حدود الحدود المساله اما التخوف من يعني انه ينتقل الوضع لمحل نوعيا اسوا انا ما بعت... انا ما بعتقد في حدا عنده هذا هيدا... بلبنان ما بعتقد في حدا عنده هذا التخوف ما في مؤشر بفرجيك انه اصلا رح رح ننتقل من فراغ من فراغ فعلي لفراغ رسمي ما نحن عايشين فراغ شو عايشي الفراغ؟ انه شو الفراغ يعني بالرئاسه يعني شو هالقد يعني شو شو بيعمل الرئيس اليوم؟ صار له ثلاث سنين من وقت 17 تشرين شو بيعمل الرئيس؟ يعني الرئيس بيعمل محاضرات يعني وبيجرب اذا كان في حدا بيعتقد انه حسابات ما بتتطابق مع حسابات العائله تبعيته او حسابات التوريث السياسي بيمتنع عن التوقيع وإذا في شيء بيقتضي والله قدام الرأي العام يفرجي إنه هو مهتم يا بيوقع يا بيعمل مبادرة كل شيء بس الفراغ موجود نحن عايشينه من 17 تشرين الفراغ صار له ثلاث سنين يعني بفراغ الدكتور أنطون حداد الباحث الأكاديمي والباحث في السياسات العامة بروح كمان بموضوع الاستحقاق الرئاسي على مواقف الأطراف اللبنانية المعنية المعارضة بارح مجموعة ال13 خلينا نقول نواب التغييريين أطلقوا مبادرة سموها رئاسية إنما تجنبوا تسمية مرشح منهم أو بأيدو لرئاسة الجمهورية أول شيء رأيك بهذه المبادرة أه شوف أنا تصلي أطلع بدقة من امبارح لليوم على النص وطبعا بتخيل أنا أنه يمكن هيدي أهم عمل سياسي بيقوموا فيه إني هالمجموعه من وقت ما الانتخابات من وقت ما وصلوا على الندوه النيابيه، بتعرف وصلوا على الندوه النيابيه بظل هيك نوع من الفوران الشعبي يتوقع تغيير كبير في السلطه ويتوقع انعطاف بتاريخ لبنان، طبعا بتاريخ الازمه على الاقل اذا مش بتاريخ لبنان، هيك مع دخولهم الى المجلس بظل هذه المكنه الشغاله اللي مرنين عليها المنظومه السياسيه وكل شيء مع الوقت حصل نوع من الخيبه انه الناس طلعت انه وين وين التغيير؟ شو صار يعني؟ انا برايي فيها هذا الشيء شيء من الظلم يعني لسبب اولا انه ما وصلوا باعداد كافيه يعني لاجراء تغيير كبير يعني عميق ثانياً يعني طبعا جايين من مواقع يعني شوي تفتقد الى الخبره وتفتقد هذا العمل البرلماني يتطلب حنكه يتطلب يعني عده شغل ما بيملكوها يعني هن جايين من اعمال بالمجتمع المدني او جايين بامكاناتهم الذاتيه صحيح حصلوا على دعم شعبي كبير وتعاطف فحصل خليني اقول نوع من الانتكاسه بنظره الناس أنه فيها ظلم هيدي انا بعتقد لاول مره هلا عم بجربوا يقوموا بدور عضوي من ضمن تفويضهم النيابي ومن ضمن الرزنامة السياسية للحياة, للحياة الدستورية والبرلمانية بلبنان هلا طبعا حتى ما نحط كتير أمال على هذا الموضوع أنا برأيي هني عم بجربوا بس عم بجربوا بالمكان الصحيح وإن شاء الله الظروف إن شاء الله هني أولا يقدروا يديروا هاي المبادرة بالطريقه اللي بتادي توصلها لنتائج وان شاء الله الظروف تساعدهم لانه ما بيكفي انه هن يبادروا لحتى شو يعني الظروف تساعدهم؟ الظروف تساعدهم بمعنى التالي انه اليوم انت من شو عم تعاني؟ آه لمن انا رجحت الفراغ او انقضاء مهله آه 31 تشرين آه الاول ومن دون القدرة على في اسباب موضوعيه ما لها ما لهم علاقه فيها النواب التغييريين، في اسباب موضوعيه، اولا ميزان القوى في هناك نوع من التوازن السلبي موجود بالمجلس النيابي عكس كل الناس اللي قالت انه ما تغير شيء، لا تغير شيء بس مش كافي لاحداث لاحداث نقل نوعيه بدل ما يكون في مجلس مسيطر عليه بالكامل من فريق واحد وقادر انه هو يسير مثل ما بده لا هلا اليوم في توازن سلبي ما ننغش بمعركه انتخابات رئيس المجلس ونايبه ليش معبره يعني ما نعمل لا شيء لألك لا 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 ليش مش ممكن توقعات اخرى لسبب بسيط انا برايي في توازن حقيقي بمجلس النواب بين حزب الله واللي هو السلطه الحقيقيه اليوم وحلفائه والاخرين الآخرين المعارضه دكتور حداد ما هيدي بتحليل دائما وقت بنحلل ميزان القوى بنشوف نقاط القوه ونقاط الضعف هي مزبوط من نقاط من نقاط من نقاط الضعف بس كمان ما ننغش انه آه يعني ما ننغش بانتخابات آه الرئيس ونائب الرئيس لسبب كتير بسيط هونيك بيملك حزب الله والفريق تبعه بيملك تفوق طبيعي انه في احتكار تمثيل الشيعي ما بدك تجيب رئيس مجلس بدك تجيبوا من الطائفه الشيعيه، ما بيملكوا المعارضات كلها ما عندهم صوت شيعي واحد، وهيدا مش بالصدفه باللجان بنيب الرئيس بكل شيء هون في... هون طبعا هون في مسائل لها علاقه بالخبره والاداره والى اخره، انا ما عم اقول ما حصل هونيك انتكاسه، مش انتكاسه لا هلا اللي عاطله دكتور حداد اللي بيخوف بالموضوع انه على طول عم بيكون ما عم بيكون التصويت، تصويت حزب الله وحلفاء وبلوك ما قبلوا مجموعات هيدي نقاط هيدي نقطة ضعف بس كمان هلا بمعركة الرئاسة رح بيكونوا بلوك مش بم... هاي... مش بالضرورة أنا اللي عم أقوله في توازن سلبي غير منتج هلا باللحظة الحالية لا حزب الله وحلفائه بتعطل الجلسة لأسبل... اه... مش أكيد كمان مش أكيد خلينا نقول إيه إيه يعني أنا, اه اه... أنا اللي بقوله إنه لا حزب الله حاليا ما في فريق إذا بتاخذ هذا الانقسام الكبير أنا برأيي مع إنه هذا لا يختصر المشهد انه ما فيك تختصر المشهد بانه في قسابة 8 و14 هيدي انا برايي انقسام منها مش ما من انتهينا منها بس هيدي جزء من الصوره بقي منها فقط انه مين مع يعني لبنان داخل محور اقليمي ومين بده بده مين بده لبنان خارج خارج المحاور الاقليميه بس هيدي جزء من الصوره هي استمرار بس لا تختصر المشهد بقى مثل ما كانت مثل ما كانت بالقبل فحاليا اليوم فيما يتعلق بدك تاخذها بالمفرق فيما يتعلق برئاسة الجمهورية في نوع من البلوكاج حاصل لا حزب الله إذا كان الموضوع أنه حزب الله بده يجيب بده يجيب حدا يستمر بالنهج السابق اللي هو يعني جسده العماد ميشيل عون ما عنده بقى القدرة بهذا الموضوع في استحالة لسبب كتير بسيط لأنه أرسى قواعد خلال 15 سنة أو 20 سنة الأخيرة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة مغطوا تفسيرهم للمادة اللي بتحكي عن نصاب الانتخاب للتلتين لكل الجلسات بطريقة أنه صعب اليوم آه خليني أقول الفريق المعارض لإلهم أو المناهض لهم يقبل بأنه آه هيدي القاعدة تطبق فقط على جهة واحدة وأنه والله تعوا يا شباب ننزل على المجلس أنا بستصعب أنه القوة المناهضة لحزب الله إن, ما إن هي والله تسلم أنه لا يعني ما بدهم كنتش شيرونا. نحن بننزل وننتخب اللي بدكم إياه فحتى لو أمنوا الخمسة 65 في استحاله بتامين التلتين اذا ما في توافق على الرئيس، هيدا انا اللي بقول بسبب يعني التطلع. هلا قدره النواب التغييريين انه هن بنفس الوقت حددوا مواصفات للرئيس انا برايي تستحق النقاش ويجب عرضه على الراي العام اللبناني وتستحق النقاش خصوصا من قبل الفريق الحاكم حاليا يعني اي الفريق اللي برئاسة اللي اللي حزب الله، ليش؟ عم تقدم له خيار اولا غير خيار التعطيل وثانيا غير خيار الاستمرار حتى برئيس من صلب هذا الفريق اللي ادى اللي ادى الى انهيار غير مسبوق بتاريخ لبنان، يوم استاذ شربل اللي فشل مش الرئيس عون شخصياً فشل نموذج الحكم اللي اتى مع الرئيس ميشيل عون اللي هو من ثلاث اقانيم يعني خلينا نتذكر ان الموضوع مش فقط موضوع حزبي وشخصي الاقنوم الاول بحكم الرئيس ميشيل عون هو انه هذا الرئيس جزء من محور اقليمي محور اقليمي حاد ثانيا هذا رئيس لحزب او لفريق لبناني مش لكل اللبنانيين وما بدي انا استفيد بطرف يعني مش رئيس حكم مثل ما بقول مثل ما بقول الدستور ثالثا رئيس تحت شعارات كبرى غض النظر على قضايا ازدهرت مع كل انواع الفساد بكل مكوناته ومما ادى الى افلاس النظام اللبناني وافلاس النظام المصرفي اللبناني هو ثلاث قضايا جوهرية وصلتنا لمحل غير مسبوق بتاريخ لبنان طيب هاي الطريق مسدودة مش فقط هيدا فشل للرئيس عون هيدا فشل للنموذج هل بده يكمل حزب الله نحن عم نسأله حزب الله بتكمل على هيدي الطريق دكتور انا بشك يكون انه والله هيك يعني رايحين بهذا الاتجاه دكتور اطوان حداد راح نفصل هذه العناوين اللي طرحتها بس خلينا نكون وجهه نظر المعارضه يعني خارج فريق 13 مجموعه 13 التغييريين ينضم الينا النائب الاستاذ شربل مسعد صباح الخير صباح النور عذرا نطرناك طبعا. نطرناك شوي على الخط لا بالعكس بالعكس استاذ مسعد سؤالي هو عن المبادره اللي اطلقها النواب التغييريين امبارح بخصوص انتخابات رئاسه الجمهوريه رايك الاولي بهذه المبادره ليك هلا هذه المبادره يعني هي مبادره جامعه مفروض كل كل نائب ولاء لوطنه او كل شخص لبناني فعلا لبناني يتمسك بهيدي المبادره اللي هي جامعه واللي هي بتقول بدنا رئيس لبناني يكون يعني مرجعيته هي الشعب اللبناني يكون عنده علاقات اقليميه ودوليه يسخر هذه العلاقات لمصلحه وطنه ويكون رئيس جامع انه رئيس استفزازي من هالطرف او من هالطرف يكون لبناني اهم شيء لبناني بكل ما من الكلمه من معنى لاول مره يكون عندنا رئيس يعني يكون عند يحقق اذا بدك تطلعات هذا الشعب المأهور هذا الشعب انزلت تبهدل اللي ذهبت مصرياته اللي تهجر، هذا الرئيس اللبناني اللي بدنا اياه بهيدي المرحله الصعبه نحن. سؤالي عن حصيله الاتصالات والاجتماعات اللي صايره بينتكم كنواب معارضه ومجموعه النواب التغييريين 13 وين صرنا؟ ليك انا شغله نحن بلشت مسيرتنا ب 17 تشرين ولما ترشحنا على الانتخابات النيابيه يعني ترشحنا نحن من رحم ثوره 17 17-20 هيدي هيدي الثوره اللي هي يعني كانت بتطالب بمحاسبه الفاسدين اللي وصلوا البلد لهون وعندها مبادئ وطنيه بامتياز ولما اجى الاستحقاق الانتخابي والعالم عطتنا هيدي الثقه نحن اكيد هيدي الثقه هيدي ما رح نروحها هيك عشان هيك اللي بيجمعنا نحن كمستقلين مع ال 13 هلا ال 13 يمكن الاعلام ضو عليهم وهو عمل فكره ال 13 بس نحن مبدئيا كلنا رشحنا ومبادئنا هي مبادئ ثوره 17 الصين. ليش ما في اطار جامع لإلكم؟ ايه ما هو راح رح يصير في اطار جامع بس إحنا بدنا لنا فيه من يعني منذ نجاحنا ودخولنا البرلمان في لقاءات عم تصير وفي تنسيق عم يصير بيننا وبين التغييريين وكل المستقلين حتى بمشاريع القوانين عم بيصير في تنسيق وعم بيصير تنسيق يعني اذا بدك شبه يومي بين بيننا وبينهم وتكلل هذا الشيء باللقاء اللي صار كم يوم يعني بس هذا انا بعتبره لقاء طبيعي هذا محلنا الطبيعي نحن هون مع هيك اشخاص لانه المبادئ اللي ترشحنا عليها والمبادئ على أساس الناس انتخبتنا هي هي ذاتها يعني نفس المبادئ هلا في بعض الاختلافات بوجهه النظر وبعض المواضيع بشكل عام المواضيع الاساسيه في اتفاق عليها هذا اللي بدي انه نحن التنسيق دايم وموجود سؤالي ورح رايحين وراح يكبر اذا الله رايح. استشار بالمسعد رايحين باتجاه تسميه مرشح مشترك لكل نواب المعارضه برايك؟ احتمال كبير هلا نحن حطينا المواصفات بس انا قلتها إيه المشروع كثير مهم يكون عنا مشروع لرئيس لبناني لبن انتخابات الرئاسة اللبنانية نحن نعرف هذه الانتخابات الرئاسة الجمهورية اللي هي دائما العامل الاقليمي والعامل العامل الدولي بيدخلوا فيها نحن اللي اياه انه لبن انتخابات رئاسه الجمهوريه وان شاء الله اكيد المفاوضات اللي عم تصير نحن كمان ما بيهمنا بس المشروع بيهمنا الشخص يعني اليوم انا في اطرح لك مشروع لرئيس الجمهوريه مثالي بس بدنا مين يطبقه مش مهم نحكي شعارات يعني اليوم الشخص اللي بده يجي بده يكون عنده بدنا نشوف السيفي تبعه بدنا نشوف ماضيه بدنا نشوف شخصيته قادر يقول ايه وقت اللي لازم يقول ايه ويقول لا وقت اللي لازم يقول لا بدي اتشكرك هذا أنا... الموضوع ما بدنا نتسرع نطرح اسامي ونحرق اسامي هذا الموضوع قيد الدارس وهذا الاستحقاق استحقاق مصيري بتاريخ الوطن فاهم شيء رئيس الجمهوريه نحن اللي يكون هو يعني اذا بدك مرشحنا وله حظوظ لانه انا برايي بنقطه طلاقي اقليميه او داخليه ممكن المرشح اللي إحنا نطرحه هو اللي يوصل لرئاسه الجمهوريه، في نهايه رح ناخذ وقتنا بالموضوع ما نتسرع في نقاط المشتركه والصفات موجوده هي ذاتها بيننا وبين التغييرين وبين كثير اشخاص غير ما يسمى التغييريين والمستقلين لنطلع بمرشح يكون جامع ينقص هذا الوطن من المصيبه اللي وصلونا الى العهود السابقه. بدي اتشكرك انا النائب شرب المسعد واعود الى ضيفي في استوديو واحد بصوت لبنان الدكتور انطوان حداد الاكاديمي والباحث في السياسات العامه بتوافق الاستاذ مسعد عشيل اللي طلع فيه كخلاصه انه ممكن بلحظه معينه المرشح اللي تطرحه المعارضه يكون هو الرئيس. انه هيدا سيناريو موجود بس انا واكيد انا بـ يعني بـ خليني اقول اني يعني بايد معظم اللي مر على لسان الدكتور شربيل الدكتور مسعد هلا السيناريو اللي برشحه انا هو انه رئيس ان ياتي بلحظه توافق بين الجميع يعني لسبب كثير بسيط انه إذا بدك تنطلق اليوم من ميزان القوة بدك تطلع على الرئيس المرتجى تسألني أنا مين بحب يعني يجي رئيس بقول لك أنا يعني مش لس مش لأسباب شخصية بقول لك أنا بدي حدا مثل نسيب لحوت افترض الله يرحمه ويرحم ذكرى يرحم افترض أما تسألني شو الرئيس الممكن بهاي اللحظة هو الرئيس اللي أفضل نتيجة بتقدر تحصل عليها ضمن ميزان القوة هيك بدك تتعامل بالسياسة وبعتقد أنا يعني شوي ناقشت مع بعض النواب التغييريين اللي عم بقوموا بهاي المبادرة بعتقد هني بهذا الجو إذا بتسألهم كل واحد مين بتتمنى رئيس بفتكر كمان يمكن إبراهيم نايمني كان معك مش من زمان قال لك نفس الكلام اللي عم لك يا عم لك يا أنا وإذا بتسألهم يمكن معظمهم بيقولوا لك نفس الكلام أنه بيقول لك يمكن بدنا حدا مثل نسيب لحود أو يعني شيء بيشبه حتى من يعني نحصرها الله يرحمه نسيب بس اليوم اذا بتسالهم كلهم للشباب هل انتم ناطرين هيك نتيجه بقول لك يعني منا يعني اكيد بعد ما جداد بالسياسه بس منا يعني نحن متوهمين انه بميزان القوى الحالي بنقدر نجيب هيك راي طيب شو بتقدروا تجيبوا كمان هذا يعني نقاش بدنا نجرب نعمل خروقات بالجدار الحالي الموجود اولا مستندي على تبدل ميزان القوى عن مما كان يعني عليها سابقا ثانيا بدنا نستغل الصفة اللي عندنا إياها أو بعض الميزات اللي عندنا إياها اللي ما عندهم إياها نواب آخرين أو كتل آخرين بالمعارضة عم بحكيك هلأ بشكل براغماتي حتى ما نراهن كتير بس لا لك, لقل لك, لقل لك وين هن وبراهنوا على خروقات أولا بقولوا لك أنه ميزان القوى الكل بمأذى بما فيهم حزب الله مشان نقول انه حزب الله هو اليوم مسيطر المهيمن ما حزب الله طيب جاب رئيس عمل له اللي بده اياه شو بدك؟ بدك ايران؟ ايران بدك نظام السوري؟ نظام سوري بدك حرب اليمن؟ بعمل لك حرب شو بدك؟ غطى بكل اللي بده اياه بنفس الوقت بالداخل هون شو في موقع بحب حزب الله يحتله تركوا ياخذه طيب. كل شيء بالشراكة عم يعني بحكيك أنا أيه. حزب الله مع كل واحد حزب الله عم بيقول التيار كمان بالعكس ما هي هيدي تبادل عملية تبادل طيب با... عم بحكيك مكاسب حزب الله بما انه التيار تقريبا انا بنظري هلا عم بوقع تراجع يعني التيار مش هو اليوم المقرر يعني واصلا ما كان هو المقرر طيب احسن رئيس ممكن يعني اقوى رئيس ممكن يكون منحاز لايران للنظام السوري ولحزب الله اتوا به طيب اسمها هاي هيدي شو كانت؟ الها ثمن هيدي الثمن كانت انه افلست الدوله بعرف انه في مشاكل كتير كبيره بالنظام السياسي اللبناني في فساد كبير كل عمره بس ما بعمره الفساد وصل لهون هذا العهد خليني نقول مركب كان 30 مليار دولار دين قبل ما وصل يعني هاي الكهرباء في الكهرباء يعني في حدا بيعمل داين قبل ما يوصل ما قبل ما يوصل عاملين ما بدي ما بدي بالي هي 20 مليار هلا صاروا 40 مليار النظام المصرفي كل عمره لبنان يفتخر انه عنده نظام مصرفي هذه التركيبة هاي الصيغة لأول مرة تسقط النظام المصرفي النظام المصرفي اللبناني آآ 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 شو اسمه انسحبت خيراته لأول مرة هذه بتصير يعني. طيب شو بعد باقي يعني يعني شو بقي بعد حزب الله لحتى يعني بدي افترض انه لا يكرر هذا النموذج حزب الله أكثر من القوى الثانية بمأزق فهلا بتقلي طب ليش هود الشباب هن ليش شباب تغييريين هن بيقدروا بيقدروا يحكوا بيحكوا بيقدروا يحكوا مع الجميع ومطلوب يحكوا مع الجميع للخروج من المأزق باتجاه شو ما بيقدر اليوم انت تقدر ما بتقدر اليوم تروح باتجاهنا لا بدي جيب رئيس من محور اخر لا مش هيدي المعادله ما فيك تجيب اليوم رئيس من محور اخر لا بدي جيب يوم رئيس كان عم بيحكي هو هو عامل ميزه للشيعيه السياسيه لا بدي جيب رئيس يعمل ميزه للمارونيه السياسيه طب ما جربوها هذه القصة أو للسنية السياسية لا ما فيك تعمل هيك ولا رئيس يظبط القسمة ما بين الأطراف المنظومة أنا بأخذ من البنك الفلاني بيهرب لي مصرياتي وأنت لا بيعطوك هندسات من البنك الفلاني ما بقى بتمشي هاي الأمور هاي السيبة من ثلاث من ثلاث قضايا انحياز إقليمي رئيس لفئة من اللبنانيين مش لكل اللبنانيين رئيس بغض النظر عن الفساد طالما هو وعائلته ماشي حاله هول ما بقى بيمشوا وحزب الله اول شخص اول جهه عم تعاني بهذا الموضوع هلا بتعاني بس بذات الوقت كمان هون ما كتير مبسط الامور في مصالح اقليميه لحزب أنا الله موافقك. ما راح يتخلى عنا بالسهوله موافقك انت بتعمل تمرينك كل واحد بيعمل دوره انت شغلتك قدر الامكان وهن قالوها بالمبادره, بالمبادرة. انه نحن اليوم بدنا نجرب نجرب طبعا وبدون اوهام انه نسترد هذا الاستحقاق من بين السفرات وما بين الدول وما بين الاطراف المنظومه الى محل له علاقه بمصالح الشعب اللبناني مش مش بس حبا بالشعب اللبناني لانه هي الطريقه الوحيده اليوم لتخرج من الازمه اليوم ما بقى فيك تعمل صفقات ما فيك تعمل صفقه بفوت فيها توتال على شو اسمه وزارة الطاقة الإيرانية مع هوكستين ما بتمشي هذه الأمور اللي عم بفكر هيك موهوم مش بس مشبوه موهوم ما بقى فينا نظبطها ما بتركب هيدي رجعني خمس سنين لورا يعني بال2016 هيك تقريبا كانت راكبة انه اللي ركب براسه احد السفراء الاجانب اللي قال معلي خلينا نعطيهم نحن بالرئاسه بس بناخذ بمحل الثاني انا برايي هيدا عمل كان لغير صالح لبنان هذا عمل ببدي المصالح الخارجية وأدى إلى تدمير لبنان فإذا النموذج هذا القائم أنه الرئيس يتم اختياره ما بين السفرات والوزارات بالخارج وما بين شركات النفط بالخارج والمصارف العالمية وما بعرف شو لا بس بالمقابل في ثروات هذا النظام المصرفي بيوزع على الباقيين بيستجلب ودائع من الخارج وهذه الودائع من وظفها هون والطبقة السياسية بتقتطع منها جزء كبير وهي بتأبد ثروتها نهار وأخذ معه لبنان فاذا هيدا نهار هذا ما بيقدر اللي بيكون عم ما بعتقد أنا أنه حدا عنده ذرة عقل عم بفكر اليوم أنه لا بدنا نكرر هذه التجربة وما علي مي يعني ما بدي أسمي أسماء عم بحكيك هون على كل المرشحين من هذا الطيف مش على مرشح معين هذا يعني هذا هذا النموذج. هذا النموذج نهار وبكل مرشحين ويسمحوا لنا يعني ما عنده قدره انا باعتقادي هذا الرهان انه ان يمتد هذا الوعي لدى اطراف المنظومه نفسها شو بدكم بدكم تكملوا بازمه وانهيار لا قعر له ولا بدكم نتوقف شوي كل واحد ياخذ نفس نتوقف شوي فلتكن هذه هذا الاستحقاق مناسبة للتفكر لي هذا شو حظوظه ما بعرف قديش حظوظه أنا بس على القليل نحن بنعمل واجباتنا ليش النواب التغييريين مش لأنه بقية المعارضة ما بتصل على الدور يا ما جرب استاذ وليد جنبلاط ما جرب ما بعت يسألهم؟ سؤالين وجرب ويعني مشكور انه جرب بده يفتح قوة بهذا الجدار جواب سألون سؤالين هل بدكم رئيس تسوي من ناحيه ومن ناحية تانية هل أنه المسيرات هيدي لخدمة لخدمة الاتفاق النووي الإيراني ولا لا هيدي لخدمة لبنان جاوبوا لخدمة لبنان مزبوط أنه نحن هيدي مربوطة بس حدا بيصدق أنه هذا الموضوع اليوم متوقف فقط لأنه والله مش عم نقدر نتفق نحن وإسرائيل على الخط شو هالتزامن الفظيع بين هالرقصة الفالز بين النووي ورأس هوكستين بيجي ما بيجي هيدا اللي عم حاول يعني وعم حاول في مصالح إقليمية كبيرة يمكن تتحكم ما هيدا بيخدني على سؤال تاني وهو على سؤال بده يكمل وهذه لحظة مفصلية لحزب الله بده يكمل حزب الله هو حزب بأفراد لبنانيين إنما باستراتيجية إيرانية هذا سؤال صارنا عشرين سنة عم نسأله هلأ بده يكمل هيك هيدي لحظة ليقدم لنا جواب عليها يعني كمان انا بق انا بقول لك يمكن ما يختار هذا الاختيار بس نحن شغلتنا ناخذ النقاش لهون مره تانية ليش هون النواب بيقدروا يعملوها لانه هن غير المعارضه الاخرى ما عندهم تاريخ مثقل بالصراع بيقدروا بيقولوا انه انت انتم ما بنحكي معكم لانه انتم سعوديه بيقدروا يقولوا لاي حدا تاني طبعا زورا بيقولوا لرجال السفارات والحكي الكلام حد ايه بس هذا كلام خفيف ما عليه بس ما حدا بيقدر يقول انه عن مارك ضو او عن ميشيل دويهي او عن ابراهيم نايمني او عن آآ 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 عن اي حدا من هول حتى ما انسى حدا عن لي جراد يقول عنهم والله انتم يعني عمل عمل السفرات ما عليه هيدا كلام خفيف هن بقراره نفسهم بيعرفوا انه هيدا مش صحيح واصلا مش معناتها انه بقيه المعارضه يعني هي لدى سفرات بس عم بحكيك على الاقل ما في تاريخ مسقل لا بالنزاع لا بالاغتيالات لا بالحرب الاهليه لا غير فعندهم ميزه تفاضليه هود النواب ما عندهم اياها بقيه المعارضات من اجل هذا الموضوع ما حدا بيقدر يقول انه لا لابراهيم نايمي انت رجل المصارف في حين يمكن تطلق هذا الامر على إكس. على اكس من الناس بالمعارضات الاخرى طبعا زورا مش عم اقول لك انا انه ف... طيب. فهيدي هي انا برايي الفرصه هلا دائما مثل اي مثل اي عمل بالسياسه استاذ شربي اللي بده يخوض السياسه ما بيطلب بوليس التامين يا انا عندي النتيجه بالكامل يا ما بعمل شيء يعني انا ما بعمل شيء غير ما يكون مصور النتيجه السياسه هو شيء تضحي في سبيل الشان العام بفتكر اللبنانيين اذا انا عم تفكيري مزبوط وصلوا هالنوع من الشباب على المجلس تحديدا بهذا الغرض مش كرمال لحتى يعملوا حسابات انه يا بتوصلوا على نتيجه مضمونه وفيها مصالح مكفوله يا ما بتقوموا شيء هذا هو جوهر السياسي ببلد هالقد معقد وهالقد على حفت الهاويه بدي افتح الملف الاقتصادي دكتور انطوان حداد ينضم الينا مباشره عبر الهاتف الدكتور لويس حبيقه صباح الخير دكتور حبيقه صباح الخير لك ولضيفك وللجميع صباح الخير دكتور لويس الس... أهلا أهلا. السؤال الطبيعي هو عن الوضع الاقتصادي بظل التقلبات الحادة بسعر الدولار الأمريكي لوين رايحين اقتصاديا ليك بكل صراحة رايحين أكيد نزول اقتصاديا <applause> وهذا أكيد وهذا مش جديد يعني بس اليوم نحن اللبنانية عنا نتأقلم بسرعة مع الأوضاع بمعنى أنه بنخفف أوين مصروفنا يعني بتأوقات بتتساءل كيف هالغضب الشعبي ما كبر كيف هالغضب لأنه يعني كلنا مزعوجين ولكن سرعة التأقلم تبعنا بنخلينا أنه نتأقلم مع, مع الأجواء ونضب بمصروفنا وإلى آخره وبالتالي نقطع الوقت كلنا عارفين هلا عنا وقت وقت ضايع مكلف جداً يعني كل نهار هلا هالشهرين قاعدين او فيهم خساره للبلد ما فيش شك يعني الكل ناطر وكل وكل مش عارف شو ناطر وهيدي هاي فورمول ديراكت للخسائر مع شو بدنا نتكيف مستقبلا برايك؟ خلينا نشوف التوقعات شوف التوقعات هلا اذا اذا صار في رئيس جمهوريه جديد وحكومه جديده انا بلش اتوقع خير اتجاه من راس السنه هلا من راس السنه مع توقيع مع صندوق النقد، انا ما بشوف في خيار غير توقيع مع صندوق النقد. هلا بيعجبني ما بيعجبني هذا ما له اهميه، هم انه ما عندنا خيارات. ومع التوقيع مع صندوق النقد رح يجيك اموال كثير من الدول العربيه والأخرى ولكن هالشي منه مبين ابدا رح يصير هلا، اذا لراس السنه. من راس السنة بنبلش نتوقع انشراجات بمعنى يفوت اموال نحن بنفهم مشكلتنا اليوم، اموال على البلد ما عم تفوت، الناس ضابطة دولاراتها بالبيت وال 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 وسوق العمل كله كله ضعيف وجامد وهلا أو اوقات كثير صعبة عندك المدارس والى اذا اذا قلت لي ما في فراغ رئاسي وما في حكومة جديدة اكيد بدي يكون يعني متشائم بكل صراحة لانه يعني البلد رايح نزول اكثر واكثر. هلا انا بحب شوي يكون يعني ايجابي ونفترض هالشيء رح يصير بوقته بدءا من راس السنه ببلش نتوقع انفراجات بالبلد دكتور حبيقه في اوروبا تعيش ازمه توفر المواد الضروريه عم ينحكى عن شتاء قاسي باوروبا نتيجه فقدان الوقود اي انعكاس محتمل بهمنا على لبنان نحن بهذا الموضوع؟ شوف نحن ما عندنا الغاز الروسي، اوروبا عندها مشكلة الغاز الروسي. 40% من حاجة اوروبا للطاقة جاية من روسيا. بس عم ينحكى المازوت يمكن ينفقد بلبنان. أي أنا آه آه برأيي ما في شيء بينفقد، ليك في عامل السعر بيرجلش. يعني وقت الشيء بلش ينفقد بيعلى بيغلى سعره. بس ما في سبب لينفقد لي كلياً، لا، يمكن بتعرف عندنا هون للأسف حتى بظروف صعبة مثل هاي في ناس بتحب تعمل ارباح غير شرعيه وبالتالي بتحط المزود بتخزنه سعر السعر بينزلوه، لا انقطاع مادي ما في، اسعار اي اكيد اسعار ممكن تتغير طلوع او نزول، هلا سعر النفط عالميا عم بينزل شوي أه ومع اذا صار في ركود بامريكا وبالغرب كما يعني متوقع بينزل اكثر بخف الطلب. اذا لحد هلا مش معروف بس انا عم تحكي عن اوروبا انا عم بتفاجئ كل يوم وقت اخبار الناشرات الفرنسية قديش الأوروبي مش بس بالطاقة عم بيحسب على سعر الألم قديش أنا يعني هلأ مع المدارس بلشي يعني شوف قديش يمكن بتقول والله يمكن بعده أوضاعنا مش أسوء بكثير من أوضاعهم قديش عم بيحسبوا على مش على الأورو على السنتين أه العالم كله اليوم فتنا بفترة أه خلينا نقول بتخوف من هلين على صعيد الضبابية اللي, اللي, اللي مش مبينة مثلا الأوضاع أبدا بدي اتشكرك انا دكتور لويس حبيقه الخبير الاقتصادي واعود الى ضيفي في استوديو صوت لبنان الدكتور انطوان حداد، بالموضوع الاقتصادي دكتور حداد حكيت عن شيء اسمه المناورات السريه او المناورات بشان السريه المصرفيه عفوا والكابيتال كنترول، عن شو عم نحكي؟ اي مناورات صارت؟ الحقيقه يعني شيء فاقع جدا هذا انو الكابيتال كنترول كان لازم يطلع ب 20 تشرين الاول او حتى يعني حسب الويك اند ب 18 تشرين الاول 2019 وقت اللي قررت المصارف انه هي تحجب اموال المودعين نهارها كان لازم يطلع طبعا هيدي اذا في حكم رشيد بلبنان مش حكم متواطئ وحكم مستفيد بكل اطرافه كانت بتلك اللحظه من هذه المعادله او هذا الزواج غير الشرعي ما بين السياسي والاقتصاد ما بين الوزراء والمصرفيين اللي ثلاث المصارف في مجالس ادارتها سياسيين وابناء سياسيين وممثلين لسياسيين هذا خليني اقول الزواج الحرام بين بين المستويين ما في بلد بالعالم بيحترم حاله فيها التداخل بين السياسة والمصالح الاقتصاديه او او البزنس اذا باي مكان بالعالم بيشتبهوا انه رئيس حكومه او وزير هو مساهم او عنده ممثل بمجلس اداره مصرف يا بيستقيل منه بفوت على الحبس يعني تاني نهار اذا وزيره استعملت بطاقه الاعتماد تبعيتها اللي هي رسميه مشان يعني تدفع فاتوره بنزين لانه انقطعت على الطريق بتفقد وظيفتها تاني نهار هيدا زواج غير شرعي وغير مش م... بس هذا ماشي الحال يعني وصلت للكارثه الحالي تاني نهار ب 19 ب 19 ب 17 ب 18 تشرين كان لازم يطلع عنه قديش صار لهم عم بمي... عم بناوروا لاصداره وكل ما يوصل لمكان كل ما يوصل لمكان بده يشتغل فيه بتدخل الاجندات بدل ما ينعمل قانون لكابيتال كنترول شي فيه فضيحه عم ينعمل كان طريقه لتوزيع الخسائر عن طريق قانون الكابيتال كنترول وتحميلها للمدعين المدعين. بدل ما تكون هيدا هدفه الاساسي قانون الكابيتال كنترول تنظيم الخروج والدخول من اجل بفترات ازمات انك تحافظ على العملات الصعبه الموجوده عندك لانها هي عملات استراتيجيه هذا المخزون وانك انت تقدر يكون عندك هامش تحرك لحل الازمه. هيدا الهدف غير محترم اطلاقا، كل ما بيجوا يوصل على المجلس قانون الكابيتال كنترول بلغموا باتجاهات اخرى تحديدا ننأ يعني اليوم إنه... آخر, اخر صيغه اخر صيغه كانت انه بتسمح في مواد بتسمح في اول شيء بتميز ما بين فريش دولارز ودولار قديم اللي هو في خليني اقول امتهان كثير كبير من حقوق المودعين اللي هي اللي كلها دولار الماضي وبتسمح بليلارتهم يعني انه بتسديدهم بالاستمرار بتسديدهم بالطريقه بالطريقه الفاسده حاليا اللي هي دولارك بيعطوك باحسن الحالات ب 8000 او بيعطوك اياه ب في حين انا ما عم اقول انه لازم يكون عند قدره للمودع بسحب ودائعه بظل ازمه انهيار صحيح انه لازم ينوضع ضوابط بس ما بيجوز هذا التمييز بين المودع القديم والمودع الجديد وكانه والله الله عفا مضى عم, عم بجربوا يحلوا في خسائر تتراوح بين 70 و مليار دولار داخل النظام المصرفي هيدي ذهبت ما بين الهدر والفساد والتحويل غير المشروع الى الخارج الى اخره عم يحلوها على حساب المودعين عن طريق انون اصلا معمول لحمايتهم فيصبح انون لغم هذا اللي استاذ شربيل انه بعد هذه خليني اقول المنظومه التعبير منه دقيق علميا مستمره بتنفيذ اجنده اللي هي تتقاسم تتحاصص تحمي موارد الفساد تبعيتها بدل ما تطلع على حل على حل الازمه طيب عم يقال انه صندوق النقد الدولي والهيئات الدوليه بدل الكابيتال كنترول واحد النواب قال خلينا نمشي الكابيتال كنترول كيف ما كان بدا كابيتال كنترول يؤدي الوظيفه المطلوبه من الكابيتال كنترول مش وظيفة أخرى اللي هي توزيع الخسائر اللي لازم تكون بمكان آخر وأكيد صندوق النقد إذا بتسأله وبفمه ما غير راضي على هذا الأمر رغم مثل ما قال دكتور لويس يمكن وصفات الصندوق تعجبنا أو ما تعجبنا هي الطريقة الوحيدة اليوم لأجل من أجل أنه نحن نقدر نخرج بنعمل أسس سلبي للخروج من الأزمة لن يخرجنا الصندوق من الأزمة مع الصندوق إذا منطبق خلينا نقول البرنامج اللي هو وضع لنا إياه هاي بتعطينا فرصة للخروج إذا ما استغليناها ما رح نخرج يعني ما رح نخرج كمان نفس الشيء ينطبق على السرية المصرفية ما طيلعوا في عدة محاولات لإصدار قانون السرية المصرفية تطلع فيه كمان ملغم ملغم أولاً يعني وهذا هون يعني انون السريه المصرفيه معمول من اجل تسهيل وصول مراقبي الضرائب والهيئات القضائيه وصول تسهيل وصول الى الحسابات المشتبه المشتبه فيها اليوم القانون اللي اقر اولا بحدد بضيق بي بي عدد عدد الهيئات اللي بتقدر توصل لهذا الامر بدل ما يكون موسعه وثانيا بيشدد العقوبات على كل من يخرق قانون السرية المصرفية يعني بيعطيك مفعول معاكس إذا أنت بمكان مفترض مراقب ضرائب أنت وتنهى لك أنه والله فلان عنده بحسابه كذا إذا أنت استغليت هذه المعلومة المتعلقة بالسرية المصرفية من دون ما يكون في ما يكون في ملاحقة أغ... قضائيه جزائيه جنائيه حياله انت تعاقب بالحبس تشددت يعني يعني عم 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 بلغموا للقانون بطريقه الشيء اللي بسموه وسل بالانجليزي اللي هن اللي بيعطوا اشارات او بيعطوا تعليمات او بيعطوا خلينا نقول بيفشوا اسرار الفساد بالعكس عم بيقولوا لهم اذا انتبهوا لحالكم اذا بدلكم تعملوا هيك بتفوتوا على الحب في حين انه مش موجوده حاليا منّا موجوده بالقانون الحالي تبع السريه المصرفيه، ما في عقوبات ضد من يفشي اسرار العلاقة علاقه بال طبعا عم بحكيك بدرجات متفاوته، فهيدي هي يعني المشرع يعني التشريع القائم اليوم ومطبخ التشريع تبع المجلس الحالي رغم انه حصل هذا التغير لم يواكب كل هذه الاحتياجات، بعدنا بنروح من قانون من, من مشروع قانون كابيتال كنترول سيء لمشروع ثاني أسوأ هيدي مستوى في مستوى آخر كل هذه القوانين الأربعة اللي طلبها صندوق النقد هذه تأتي باكج واحد اليوم ليش لأنه في قانون بيعطي مخرج مخرجاته تؤثر على مدخلات قانون آخر. آخر. في ترابط بالأول في ترابط أكيد هون مش هناك هول منظومة وبعدهم هني لنا هني بالمفرق وبعدنا عم نروح مطرحنا ليش لتفادي إصدارهم لأنه ما حدا منهم ما حدا من المنظومة الحالية وشركائهم بالنظام المصرفي بريدوا طبعا ما عم النظام المصرفي بالكل بالمصارف في ناس أوادم في ناس بتشتغل بضمير وفي ناس اشتغلت مهنية وعارضت كل هذه حفلة البونزي سكيم اللي ركبها حاكم مصرف لبنان من أجل ضخ الأموال للداخل وتقاسمها من الخارج وتقاسمها بالداخل في مصرفيين بالعكس عنده أصحاب ضمير ومهنيين بس للأسف يعني بهذا, بهذا الموضوع فكل هذه المنظومة البعض بسموه حزب المصرف أنا ما بحب هذا التعبير لأنه بعمم آآ آآ هذه ما زالت تعيق الوصول إلى منظومه قوانين اللي طلبها صندوق النقد بس طلبها ان تكون هذه على الورقه والقلم متماسكة بمواصفات معينه تؤدي وظائف معينه كل شوي وعندها تواطؤ بكل اللي بلج... قد ما بدك بلجنه المال والموازنه في ناس متواطئين مع هذا ال... مع هذا الموضوع آه عم نشوف على كل آه نتيجه و... و... واذا في لو واذا اطيح انه تصبح جلسات اللجان علنيه مش سريه ببين لك مين المتواطئ ومين اللي بهذا الموضوع آه يعني جدي فيها هي هيدي هي المعاناه بهيدي ال... بهي المساله اذا ما وصلنا لتصور كامل ضمن خطه شامله سميها خطه تعافي أو سميها خطة إنقاذ أو غيره تتضمن هذه التشريعات الأربعة اللي هي طلبها صندوق النقد وبرجع بذكر فيها السرية المصرفية إعادة هيكلة المصارف وهذه الأهم الكابيتال كنترول والموازنة إذا ما في باقة وحدة بتضم هول عبساً تدور على حل، عبساً تدور على نقطة انطلاق، وعبثا تدور على موافقة نهائية من قبل صندوق النقد انه يعطيك الرزمة اللي انت عاوزها من اجل انك تنطلق لعملية الانقاذ، وهي احدى مهام الرئيس الجديد. ما هو الرئيس اللي... الجديد ما مطلوب منه يكون صاحب عقيدة اقتصادية ولا مطلوب منه انه هو يكون خبير اقتصادي، مطلوب منه انه يرعى على الاقل حسن انتاج هذه الرزمه من القوانين يعني الانقاذيه اللي طلبها صندوق النقد عم تحكي عن موضوع له علاقه باصلاحات جذريه مطلوبه من طمنا يمكن موضوع لازم ينبحث بشكل او باخر القطاع العام كمان هون يمكن نشهد قدام عيوننا انهيار القطاع العام بلبنان من بعد انهيار الاقتصاد الوقت عم يدهمنا بس بدي سريعا هذا الملف كيف مقاربته لازم تكون من خلال العهد الجديد شوف هيدا موضوع القطاع العام في شيء بنيوي وفي شيء ظرفي بنيوي انه القطاع العام بلبنان تم تضخيمه على مسبح الزبائنية السياسية وعلى مسبح آآ آآ المحاصصة خلال الخمسة عشر 20 سنة الأخيرة بطريقة غير طبيعية يعني بتطلع لك حكومة أول قرار بتاخده وقف التوظيف وقف التوظيف هيدي بالباب وبلش يفتحوا شبابيك شي بسميه تعاقد بتوقف التعاقد بقول لك هيدي الاستعانة به بتوقف الاستعانة عم به عمال غم الطلب بالساعة غب الطلب هيدا كله توظيف وحشو شو كرمال شو كرمال الاستتباع السياسي منافع انتخابيه شفنا بال 2017 ايه بحيث عايزيني. انه اليوم انت عندك اداره يعني ما بدي اقول اداره منا اداره عندك قطاع عام في حوالي بين 300 و 350 الف الف شخص هول بيقبضوا من الدولة في حين اللي بيشتغلوا حقيقة بالدولة اللي انت ما عاوزك شيل القطع العسكرية والأمنية بالملك بحدود اللي العشرين كمان اللي, كمان اللي كمان ضخموها صحيح هو عشر هذا العدد انت بتحتاج ما بتحتاج أكثر من هيك مفروض كل شيء آخر هو انه يكون ممول ذاته يعني مفروض انه الكهرباء الموظف بالكهرباء مش انت تصرف عليه هو يجيب لك <applause> مصاري يفوت لك على الخزينه هيك كانت ايام فؤاد شيب انعملت شركة كهرباء لبنان لتجيب مصاري للدولة اللبنانية انعملت مصالح وكان من أجل ذلك يعني آآ آآ لجنة مدري شو بورباير معمولك ما معمولين هلا لا أنت بدك تدخلهم لحتى تقدر ليش بسبب هيدا خلينا نقول أنت هيك اللي حصل والحشو اللي حصل هلا في عندك مشكلة هل فيك اليوم أنت تترك في عندك 300 الف عائله بتعرف شو يعني 300 الف عائله 300 الف موظف يعني ربع القوى العامله بلبنان القوى العامله بلبنان اللبنانيه ما بدي احكي عن الاجانب هي مليون و الف ربع القوى العاملة اللبنانيه يعني معناتها يعني ربع اللبنانيين عايشين من ضرع هيك بنسميها بالعربي النحوي من درع البقرة الحلوب اللي اسمها الخزينة وهيدي البقرة جف درعها ما بقى بتطلع طيب شو بتعمل انت واقع بين مشكلين من مشكل انه ما بقى في حليب الحل برأيك الحل اولا يعني بدك يعني تاخد قرار اولا سريعا ان تبقي هذه الاسر والأول على قيد الحياة ما فيك انت اليوم تتخلى عن هذه الاسر بسريعة ليش لانه فيها الصالح كلهم صالحين، كلهم مواطنين بالاخر هول اخوتنا، بس اكيد من هون فيها هالدافع بالوظيفه إيه؟ هلا الموجود اليوم حاليا عم يعتش من وظيفته بدك تامن له الحد الادنى اللي بيضلوا عايش يعني اموره م... اموره م... أموره, م... اموره ميسره مداخيل الحد الادنى، بالمقابل بدك تحط خطه اصلاح موجعه موجعة أنا بقول موجعة يعني لأنه بدك ترجع إعادة هيكلة الإدارة وتنقيتها من كل الشوائب اللي أدخلت عليها خلال ال عشر سنة الماضية ويمكن من قبل حتى كمان وبدك تعيد النظر بحجم كل شيء ما فينا نكمل نحن ب ألف راتب ما في الدولة اللبنانية أصلا تدفع 10000 راتب الرغبة يعني. موجودة ما هون السؤال طيب. على مدى بيدفع وبيدفع بيدفع ثمنها مين؟ بيدفع ثمنها وظائف أساسية مطلوبة بال... لأي دولة بالعالم القضاء فيك أنت اليوم تعمل, تعمل دولة بلا قضاء يعني شو بده يصير بلبنان إذا ضلوا القضاة متوقفين أصلا يعني قسم كبير منهم تقنيا كانوا موقف على القضاء تعليم تعليم في عندك 30 ألف أستاذ جامعة لبنانية جامعة لبنانية هلا كنا عم نحكي فيها قبل طب كنا على الهوا جامعة لبنانية هي بتضم نصف طلاب لبنان بالتعليم العالي نصفهم ولبل أكتر اكثر طيب هو شو بتعمل فيهم؟ اليوم جامعة السنة الماضية جامعة لبنانية ديس يعني ما كانت قادرة تشتغل واقفة عن عن العمل، طيب شو بتعمل؟ هول هول جزء أساسي من القطاع العام هيدا بدك شو ما كان الثمن تعليم طبعا بكل مراحل وما عم بحكي بس على الجامعة اللبنانية، هيدا بدك تحافظ عليه بأي ثمن وبدك تعمل خطة خطة لإعادة هيكلة موجعة كل الدول اللي مرت بوضعنا يعني عملتها بدك تلاقي تبدا بخلق وظائف خارج بهالوقت بدك تبقي 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 كل من يتقاضى تبقي على قيد الحد الحياه بالحد الادنى يعني تبقي ما فيك ما فيك تتركه بلا بلا مدخول يامن له ما بيقدر يضل الراتب تبع القطاع العام مدير بس. عام ب 4 ملايين ليره وتعطيك ترجع شحاده 4 ملايين ليره اخرى أستاذ اللي هي اللي هي خمس يعني سنكات بنزين يعني 60000 ليره ساعه استاذ الجامعه اللبنانيه يعني في هيدي هيدي انا عم بحكيك حتى كمان على الاساتذه المتفرغين طب انا بعرفهم زملائي انه الاستاذ المتفرغ اليوم ب 7 ب 7 ملايين ليره هيدا احسن استاذ 7 ملايين ليره ما بيقدروا يوصلوه على شغله هون وقس على ذلك بالمقابل كل الوظائف صريحة. بس بس لي بس هيدي بالجمله الاخيره، الوظائف الحيويه اللي موجوده بالاداره اللبنانيه عم بتفل عم بتهج، انا بعرف عشرات من الموظفين بوزاره الماليه الكفؤ اللي دفع لبنان كثير لحتى يعني قدر قدر انشاهم ومرنهم والى اخره، ماليه وغير, وغير 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 صاروا برا، هول قديش بدك تسترجعهم؟ لتقدر تسترجع الوظائف اللي كانت تأديها هذه ال 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 الاداره. الوقت ذهبنا دكتور أنطوان حداد بدي اشكرك على انا بشكرك دائما الحديث معك يعني متعمد. الله يخليك فاذا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من كواليس الاحد لمن يرغب باعاده الاستماع الى هذه الحلقه يمكنه ذلك التاسعه مساء موعدنا يتجدد الاحد المقبل في مثل هذا التوقيت